جمال، حبيت نحكي معك شوية راس راس قبل ما يتلموا الجماعة. إن شاء الله خير حاج. 30 سنة خدمة ولا أكثر، عمرها ما صارت لي فوفة كيف نادي. حاكم مقتول بالكرتوش في محلي، ولدنا رشيد ولد سلوحة لقاوه مقتول مطيش في مصب متاع زبلة. ما غاضنيش صغره، أما غاضني اللي لقاوه مطيش في مصب. حسيت كي الاستفزاز، زعما فما شكون قاعد يحب يبعث لنا ميساج؟ شكون زعما؟ كي جيت نعرف راني ما سالتكش يا جو. إيه احنا نخدموا على رواحنا، وكان ثم حاجة تود بيه. إيه ما مش كان نستناو الأمور تركح خير، السلعة ما عادش تخرج من الدبوات، حتى ننتهى الأمور، وبعد يعمل الله تأويل. إيه أنا مسبق فلوسي، نخلي سلعتي راقدة على حساب شكون؟ في السنين هذو ما عمركمش سمعتوا كلام بابا وندمتوا. لحم كتافكم من خيره. إيه حتى أنت زاد يا حاج شوية من لحم كتافك من خيرنا. هكا ولا لا يا حاج؟ علاه شكون شراكم في الشرق يا ولاك؟ شكون دخل لكم فلوسكم للبنوك؟ إيه زاد حتى ال 100 مليون تدخل بنكة تتقرم تخرج 60. دخلها أنت ال 100 مليون وخرجها حتى 10، نجم؟ كاموش الحاج وعلاقاته. راه كل واحد شد دواره. إيه كيفاش يا حاج عملت؟ إيه مكربت مع الخماج متاع السياسة وبفلوسنا كل. صحيح. إيه تو أنت قلت لي شد دارك وما تخدمش. نشد جنب مرتي ونعمل التريك ويجي منه تو هذا يا حاج. كلام جمال معقول. الزبون مش باش يبطل الصنعة. كان ما يشريش من عندك باش يشري من عند غيرك. اش معناتها؟ معناتها خدم على روحك ولدي. أنا بديت نتعب ونكبر وليت نخمم شكون باش يشد بلاصتي. وأنت يا جو، أنت الولد اللي تمنيت نجيبه. أنا باش نيسق البيوع على جماعتي الكل. وخليك تلعب وحدك، ارتاح فيها. أما نحب المجهود هذا راهو يكون بثوابه. بابا مش هذا اللي تفهمنا فيه. يعيش ولدي كي الكبار تتكلم الصغار تسكت. ها ايه في الامان يا حاج. هاو طلع ابهم من اللي كنت نتصور. ديريكتر ما يروحوا في الهفوف. اما انا غضتني حاجه. شنو يا بابا؟ كي قلت له انا كبرت جدت عليه. توا بيناتنا عاش ولدي يقول لي الحقيقه. انا كبرت زلت شباب يا حاج. البيانو نتاعي مسطر بالملي، ما يحمل حتى شعر اجتهاد. نفذ، ما تخممش، ما تجتهدش. كان باش تكمل تزلط هكايا يظلي باش نحط خوك في بقعتك خير. بابا انا ولا خويا واحد. المهم اللي تقوله انت يمشي. اذا انت ترى اللي هاي من خويا نجم يمشي لك امورك خير مني، انا ما عندي حتى مانع. المهم اللي تحبه انت يصير يصير. تتصرف، تمشي للطفل تقنعه وتفسر له اللي احنا هكا ولا هكا في الهوا سوا. زيد باش ياخذ عنده التسجيل نتاع اختك. ما عندوش علاش ما يعطيكش الفرد. تاخذه من عنده، تعرف وين لازمه يتحط. تقعد تتبع في جمال، مش باش يصبر برشا، عاد كبير باش يسلع. بعد ما السلعة توصل، تعرف شو لازمك تعمل. بعد ما تصب بيه تكلم جمال تحكي له كل شيء وتقول له اللي لازم تتقابله. بابا لازم منه؟ أنا جمال ما نتصوروش يتكلم. وكي يتكلم، لسامي البنوك والشركات، كل شيء عنده. الو، حب نبلغ على مخزن مبلع بالزطلة. اش يهمك فيا انا شكون؟ تحب لدريسه ولا ليه؟ قايد عندك هاي النور ناس 6666 عدد 6.
كيفاش طايح الحاكم السلعة عندي في الدب؟ يعني ليه ابوك معلمنيش؟ الحاج وصلت له المعلومة مخر جمال راه لقاو سلاح في الدب متاعك. تي محسوب البلاد كامل معبي بالسلاح. هو كي تجي تشوف سلاح في الدب متاعك مش معناها متاعك، محامي باهي وتسلك. ما عندي ما نسلك، عليه ابوك ما ضوالكش. الحكايه ولات قراف مادام الشر ولات توصلني قبل الحاج. يتكلم هاتش عندك. الفرد اللي لقاوه عندي هو بيدو اللي تقتل بيه البوليس في الدب متاع ابوك وولد صلوحه. وانت تقتل فيه عليه؟ اش تحكي يا ولدي، انا صغير ضربت حنشه بكف رست لي بعام حبس، باش تجي في العمر هذا نقتل البوليس؟ لاباس انت في مخك. وولد صلوحه تحبني نمس منه شعرك قبل ما نشاور ابوك من وقتاش؟ اسماعيل انت بهيم وتسخير روحك نجم تعقبها على الناس الكل. من الاخر شنو الموضوع؟ ما فما حتى موضوع، وتحبني نكعبرها لك انا والحاج الواه؟ حكايه البوليس ماني فاهم منها شيء، اما اللي نعرفه بالكدا المده الاخرى الامور مكهربه ما بين الحاج وولد صلوحه، وهكا نسمو فضيتها في بلاصتو. تو كلاب ولد صلوحه في جرتي ومعاهم الحاكم. ما فهمتش كيفاش سير من الكلام اللي قاعد تقول فيه. هي انا نقول لك سير اللي الفرد اللي لقوا عندي هو بيدو اللي تقتل بيه البوليس وولد صلوحه. الخبر هذا جابوا لي حناش. جمال عندك الحق باش تشك في الناس الكل. الحاج بيدو مش مرتاح، تقتل البوليس في محله، وشكون استنفع من موت ولد صلوحه؟ واش انت والولاد؟ من حق الوالد باش يشك ولا لا؟ اي عنده الحق. باش تعرف بابا قداش يعزك بعثلك ساك فيه كاش باش تيباني بيه روحك، ودريسه باش تخبى فيها، وسلاح على مايتي. منك كي حبت تقتل واحد حطيت له كرتوش زين في راسه تقمر في صدره الوحش. ما في باليش بيه باش يلبس جيلي باغوال. بلا في بالك بيه باش يلبس لك الكفله نتاع عرسه. اسمع لو اذا جمال تشد بوك يمشي فيها وانا ما نحبش نرجع بالتوالي للصفر وانا نعدي بقيه عمري مرمي في العبوسات. مستعد نفيهم الكل ونعمل جرون ميناج.
ما تتمس الشعرة من راسك باب. انسى لي انا ابوك وحكي معي برجولية. تحس في روحك تنجم تخرجنا من الخنقة اللي حطيتنا فيها ولا لا؟ اي بابا، حتى كان هذه اخر حاجة نجم نعملها في حياتي. Thank you.